بنتيجه 2-1 في ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، وكان استوديو تحليلي من خلال ملعب الاشبال مع الكابتن الكبير كابتن اسامه حسني، وهنكون مع حضراتكم على مدار 45 دقيقه قادمه باذن الله عشان نستفيد في الحديث عن بعض الاخبار المحليه والعالميه واخر الجديد الذي يخص نادينا العظيم النادي الاهلي. خليني سريعا اخش في عناوين حلقه اليوم وبعد كده نتكلم في اهم الامور، يلا بينا. شباب الاهلي يهزم الزمالك رايح جاي في بطوله الجمهوريه. الاشعه تثبت اصابه سعد سمير بقطع في وتر اكيلس. فايلر لدينا حلول فنيه للتغلب على الاصابات. شوقي غريب يختار 50 لاعبا استعدادا لاولمبياد طوكيو. والليلة ليفربول يواجه ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي. نبتدي بأهم خبر واللي كان منذ لحظات ومباراة الأهلي والزمالك مواليد 99. شباب الأهلي فاز على شباب الزمالك بنتيجة 2-1، وهي تاني مباراة في نفس الموسم بعد ما فاز فريق النادي الأهلي أيضا في ملعب نادي الزمالك في الدور الأول بنتيجة 3-0. المباراة النهاردة طبعا كانت في ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، وانطلقت في تمام الساعه الثانيه والنصف ظهرا، وتالق شباب النادي الاهلي في هذه المباراه على مدار المباراه ككل، وضيعوا كمان اكثر من فرصه سانحه للتسجيل وزياده عدد الاهداف. طبعا المباريات حتى لو في قطاع الناشئين مباريات الاهلي والزمالك تبقى دايما وابدا مباريات قمه، ودايما بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. ابتدى التهديف زي ما حضراتكم شفتوا كده او بتشوفوا في هذه اللحظات، وليد مصطفى لاعب النادي الاهلي في الدقيقه 11 من الشوط الاول، وتعادل نادي الزمالك في بدايه الشوط الثاني قبل ما يضيف محمد فخري الهدف الثاني للمارد الاحمر في الدقيقه 75، وكمان ضيع انفراده مع نهايه المباراه. المباراه شهدت بعض الشد والجذب سواء على المستوى الفني او على مستوى الاشتباك البسيط ما بين لاعبي الفرقتين، ودايما مباريات القمه بتتسم بهذه الامور رغم ان احنا نرغب ان احنا ما نشوفهاش خالص يعني في الملاعب المصريه، لكن ده بيبقى امر طبيعي في المباريات اللي زي دي يعني في كل الاحوال. ده الهدف الثاني لمحمد فخري. طبعا المباراه او فريق النادي الاهلي بالتحديد تحت قياده الكابتن عمرو انور المدير الفني القدير واللي ماشي بشكل جيد جدا مع الفريق هذا الموسم. النادي الاهلي وصل للنقطه رقم 47 بيحتل المركز الاول، نادي الزمالك في المركز الخامس برصيد 32 نقطة. حضر المباراة كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكان حريص جدا على مؤازرة الجهاز الفني واللاعبين في مباراة مهمة زي دي. خليني أقول لحضراتكم الجهاز الفني لشباب النادي الأهلي، كابتن عمرو أنور مديرا فنيا، والكابتن ياسر رجب مدرب عام، كابتن أحمد عبد الظاهر مدربا مساعدا، وإيهاب خميس مدربا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرا إداريا، واحمد ابو عبله طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الاحمال والتاهيل والقياسات، ومحمد السيد اخصائي التدليك. بنبارك لهم طبعا والف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، ونتمنى لهم دايما التوفيق ويفوزوا بهذه البطوله باذن الله تعالى. ودايما في المراحل العمريه الصغيره حتى لو فريق الشباب مش بيبقى الهدف الاساسي ان انت تفوز باللقب، برغم ان ده موضوع مفروغ منه في النادي الاهلي ودايما ابناء النادي الاهلي بيبقوا متعودين عليه، لكن الهدف الاساسي ان انت تمد الفريق الاول بالعناصر اللي هي تكون اضافه قويه للفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي. ده فيما يتعلق بالشباب، لكن الفريق الاول بالنادي الاهلي قدر امبارح زي ما حضراتكم تابعتوا وشفتوا فاز على فريق بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجه 2-0 في مباراه. من جانب الاداء عشان نبقى متفقين ونبقى صراحه مع حضراتكم، الاداء ما كانش قوي بالنسبه للنادي الاهلي على مدار احداث المباراه، وفي اكتر من سبب يخلي الشكل بالطريقه دي. طبعا في النهايه الاهم الفوز، الثلاث نقاط في مجموعه ناريه بالتحديد بعد فوز الهلال السوداني على النجم الساحلي التونسي في رادس بنتيجه 1-0، وبالتالي المجموعه بقت مشتعله جدا، فلازم كل التركيز بقى خلال الفتره اللي جايه، لان فعلا النجم الساحلي لو كان فاز امبارح على الهلال كان الدنيا خلاص ماتت شويه، كان المنافسه هتبقى اهلي ونجم الساحلي. دلوقتي الهلال دخل في المنافسه، فالمجموعه اتصعبت بشكل اكبر بكل تاكيد، وثلاثي سواء النجم او الاهلي او الهلال الثلاثه فرق اقوى من بعض وكلهم فرق مرشحه للبطوله في كل الاحوال، لكن بالتحديد فيما يتعلق باداء النادي الاهلي بخلاف النتيجه، وده اللي بيبقى دايما اهم شيء
لو لاحظنا وتابعنا المباراه، الاهلي تقدم من خلال وليد سليمان بهدف رائع، واحد نجوم النادي الاهلي وليد سليمان بالطبع يعني، من عرضيه لعلي معلول، كان في الدقيقه الثامنه من احداث الشوط الاول. بعدها مباشره للاسف الشديد اصابه سعد سمير بقطع في الوتر اكيليس، اصابه للاسف يعني حظنا احنا سيء في الاصابات، من الاخر حظ النادي الاهلي سيء في الاصابات، لكن في كل الاحوال نتمنى له العوده سريعا. بعد الاصابه دي بقى فيه هبوط شويه كده، الناس هبطت شويه، لعيبه النادي الاهلي هبطت نسبيا. بعديها كمان اصابه جونيور اجاي خرج، فحصل ارتباك نسبي وذهني بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، فبالتالي ده ممكن يكون احد الاسباب الرئيسيه بسبب الاداء بالامس. وبرضه عشان نبقى منطقيين مع حضراتكم، هو مش طبيعي خالص خالص ان اي فريق في الدنيا، مش بتكلم عن النادي الاهلي بس، ان هو يلعب كل الماتشات في ظل توالي المباريات وضغط المباريات واختلاف البطولات بنفس المستوى بنفس الاداء. احنا الفتره اللي فاتت فرحانين جدا بمستوى النادي الاهلي قبل مباراه الامس، فرحانين بالاداء بالشكل اللي في الملعب، بالجمل اللي بتتعمل، بالاهداف الغزيره اللي بيقدر يحرزها لاعبي النادي الاهلي، لكن لازم نكون منطقيين طبعا. مفيش فريق في الدنيا بيفضل كل الماتشات بيلعب باداء وريتم ومستوى واحد، ده مش موجود في الكوره، لكن موجود في الكوره ان انت دايما بتحقق اهدافك، وده اللي انت بتسعى ليه وده اللي انت بتنجح فيه. الاهلي حقق اهدافه مباراه الامس، بالطبع حقق اهدافه مباراه الامس، كنا نرغب في عدد اكبر من الاهداف خلال المباراه بخلاف الاهداف اللي بتتعلق بالمجموعه، لكن 2-0 هدفي وليد سليمان نتيجه جيده قبل مباراه الجوله الرابعه ايضا اللي هتكون مع بلاتينيوم هناك بالزيمبابوي، واللي نتمنى ان شاء الله باذن الله حظي فيها 3 نقاط، وده طبعا الاهم لان المنافسه مشتعله جدا جدا بين فرق هذه المجموعه. فبالتالي 1000 مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي عقب الفوز بالامس، وكل التركيز الان منصب في المواجهه المقبله امام فريق مصر مقصه في بطوله الدوري الممتاز يوم الاربعاء اللي جاي 1 في الشهر، ومباراة غاية في الأهمية في ظل طبعا توالي المباريات في بطولة الدوري وتألق لاعبي النادي الأهلي خلال هذه البطولة، انتصارات متتالية بإذن الله نوصل الانتصار 9 على التوالي، وده أمر هيكون مهم جدا بالنسبة للفريق في إطار مشواره الطويل والمبكر جدا جدا الكلام عن الحسم فيه بخصوص بطولة الدوري خطوة خطوة، والفريق عارف مطلوب منه إيه كويس جدا خلال الفترة اللي جاية. موضوع الإصابات شوية هتيجي تقول لي اصل في اصابات بتتجدد، طيب لما حاجه اقول لك دلوقتي ما هو سعد سمير الاصابه مش متجدده ولا حاجه، سعد سمير كان عنده في الاول قطع جزئي في الرباط الخلفي الصليبي، دلوقتي اصابه وتر اكيليس، هو قضاء وقدر يعني، هو قدره كده، لكن حظ النادي الاهلي في الاصابات سيء، هو احنا حظنا كده للاسف للاسف الشديد، لكن في كل الاحوال هيتم التعامل مع الجانب ده جانب الاصابات، هيتم تدارك هذه الامور لان ان شاء الله باذن الله يعودوا لنا اللاعبين سريعا. طبعا سعد هيقعد من 6 لـ 8 شهور بعيد عن الملاعب، ودي خساره اكيد بالنسبه لفريق النادي الاهلي، واي خساره او اي اصابه بتبقى خساره للفريق خلال الفتره الحاليه، لان انت مركز في اكثر من بطوله، واهم البطولات بطوله دوري ابطال افريقيا اللي بنامل ان شاء الله يكون في تركيز اكبر منصب على هذه البطوله زي ما هو موجود طبعا من جمهور النادي الاهلي واكيد من الجهاز الفني واللاعبين، والاهم باذن الله مراحل الحسم واللي بتتمثل بدايه من الجوله الرابعه في بطوله دوري ابطال افريقيا، استمرارا حتى الوصول باذن الله تعالى للمباراه النهائيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب خليني عايز اعلق على تصريحات مستر ريني فايلر، خلينا نروح نشوفها الاول. مستر ريني فايلر قال ايه امبارح ونرجع نعلق، يلا بينا. On a déjà changé deux joueurs après 15 minutes, c'était pas si facile, après on a gagné et ça c'est la plus importante chose. هو الهدف الاساسي من المباراه ان احنا كنا نكسب الـ3 نقاط، نكسب الماتش، وده اتحقق. الماتش اتصعب علينا بعد اول ربع ساعه، سجلنا جون في الاول، بكده اول ربع ساعه اضطرينا نغير تغييرين لاصابات مختلفه، طبعا صعب الامور، بس المهم في الاخر خالص احنا كسبنا، واتلعب كسبنا 3 نقاط وحققنا الغرض من الماتش ده. Parce qu'on a aussi changé comme protection parce qu'on a su il a quelque chose mais je pense c'est pas si grave. هو السؤال كان يعني اتكلمنا عن اصابه سعد سمير عباره عن ايه وعن جونيو اجاري، يا ترى كتله الاصابات الفتره اللي فاتت ليها سبب يعني بسبب يعني الماتشات الكتيره اللي اتلعبت الفتره الاخيره او ليها سبب تاني؟ هو رد قال اول حاجه انا شايف مش شايف ان في اصابات كتيره ولا حاجه، الاصابات دي فيها سوء حظ ان يحصل اصابتين لسعد سمير واجاري. سعد سمير الاصابه بتاعته يمكن تكون اصعب شويه من اجاري، بس سعد سمير بقى له فتره ما بيلعبش وبعيد، فعشان كده برضه يمكن يكون ما اكتملش يعني شفائه بشكل كبير.
كبير، فكان عرضه للاصابه واتصاب. واجاي النهارده احنا خفنا عليه وخرجناه عشان كان بدا يحس بالم في ركبته، ففضلنا نروح نريحه عشان ما نضحيش بيه الماتشات الجايه ونحافظ عليه. لكن بوجه عام هو مش شايف ان في انها ظاهره ان في اصابات كتير بتحصل، هي ده حاجه فيها سوء حظ بس من اول ربع ساعه في اثنين اتصابوا. وقال ان احنا انا ما كانش عندي الفرصه ان احضر معاهم فتره الاعداد في الاول، ان نشتغل معاهم بدنيا من الاول خالص. اللي حضرنا بعد حضوري كان متاخر بعد فتره الاعداد اللي كانت في الصيف. Il a bien maintenant caché la question pour recevoir la réponse. هو السؤال عشان ما سمعوهوش بيقول يعني الفترة الأخيرة شايفين المهاجمين ما بيجيبوش أهداف بشكل كبير، وإن الأهداف الحلول بتيجي من ورا من لاعبي وسط الملعب أو المراكز الثانية. فبيقول عشان أنت مستر فايلر ما بتحبش حد يتكلم معاك في النقاط الفنية، فبيرد عليه بيقول له أنت بتلف في السؤال بتحاول تجيبه بطريقة مختلفة. À le droit de marquer des buts et à la fin c'est important qu'on marque parce que nous sommes une équipe et pas des joueurs individuels. وحاول عليك بقى إجابة دبلوماسية، هقول لك مش مهم مين اللي بيجيب الهدف عندي، مهم الفرقه بتجيب هدف. احنا بنشتغل بشكل جماعي مش بشكل فردي، فاي حد بيسجل هدف يعتبر الفرقه كلها هي اللي سجلت، فما يهمنيش اسم اللي بيسجل هدف ومركزه. Ils ont quand même une liberté de décider sur le terrain qui se sent mieux qu'un autre qui va tirer. هو السؤال كان بيقول ان هو بنشوف علي معلول هو اللي بيشوط ضربات الجزاء في الدوري، وفي الماتش النهارده شفنا وليد سليمان هو بيشوط. يا ترى ده كان فيه يعني حضرتك طلبت دعم لده علشان كان نوع من انواع التكريم عشان ماتش عمل ماتش كبير النهارده وليد سليمان؟ رده قال عاده ضربات الجزاء بنتفع على ثلاثه او اربع لعيبه هم اللي بيشوطوا باستمرار، وهو الامر بيرجع لهم في وسط الملعب بيقرروا حسب جاهزيه كل واحد اذا كان مركز ولا لا او محتاج يشوطها، بيتفقوا مع بعض واحنا ما بندخلش احنا من بره، ده قرارهم هم. وفي الاخر المهم ضربه الجزاء بتتسجل والفرقه بتجيبها. Tous les joueurs sont importants et pour ça j'ai pas de soucis. بيقول انا عندي لعيبه كتير كويسه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، في لعيبه كتير على الدكه موجوده بتوجد حلول في حالة اصابه اي حد. بالنسبه لكابتن سعد سمير هو تاني ماتش ليه، يعني تاني ماتش بشكل كامل ياخد وقت كامل من البدايه، فلسه يمكن ما كانش لسه راجع من اصابه، فطبيعي سوء حظ اللي حصل. بس انا مش قلقان الماتشات الجايه، ماتش مصر المقاصه او اي ماتشات جايه بعد كده، انا عندي لعيبه اللي ممكن تحل محل اصابات اللعيبه اللي تتصاب. Alors ça pose pas des problèmes. السؤال هتعمل ايه؟ في فرق بين مصر وزيمبابوي، هنا شتاء وهناك صيف، هتروح بدري شويه عشان تتاقلم مع الجو. فبيود بيقول انا تاني ما فيش اي مشكله، الموضوع بالنسبه لنا العكس، هناك درجه حراره حوالي 27، اي حد يحب يلعب في جو درجه حراره 27 عن 12 درجه هنا اللي في مصر اللي هي جو ساقعه، فما عندناش مشكله، مش محتاجين نروح بدري قوي عشان نعد المباراه او ناخد على الطقس هناك. طيب في الحقيقه الراجل ده بعد كل ماتش بتبان شخصيته أكتر، سياسته، طريقة تفكيره، عقليته عاملة إزاي. أمر مهم جدا تصريحاته، وأهم نقطتين عايز أتكلم فيهم. هبتدي بنقطة المهاجم، ويعني أحد الصحفيين سأله إن إحنا عندنا في النادي الأهلي ما حدش بيجيب من المهاجمين أهداف خلال الفترة الأخيرة، فتعليقك إيه؟ هو الراجل قال رد دبلوماسي، يعني بيرد عليه بشكل دبلوماسي، أنا ما يهمنيش مين اللي هيجيب الهدف، المهم إن الهدف يجي، والهدف لما يجيبه لعيب أيا كان مركزه إيه بيبقى للفريق ككل، وفي الآخر بنحقق المطلوب من المباراة. ده رد مهم جدا. لكن فيما يتعلق بالإصابات، إحنا الفترات اللي فاتت كان في إصابات كتير في النادي الأهلي على مدار موسمين تقريبا فاتوا، وكان كل مدير فني بيعلق على الموضوع ده، أنا متأثر بالإصابات، أنا متأثر بالغيابات، عندي مشاكل، النقص العددي في صفوف الفريق ده ممكن بيأثر علينا في الأداء والنتائج وكلام من ده. لكن مستر فايلر في الحقيقة بيرد رد مختلف تماما، قال إن إحنا أنا مش شايف إن إحنا عندنا سوء حظ في الإصابات، في إصابات لكن مش كتيرة ونقدر نتعامل معاها، وعندنا اللاعبين الجاهزين اللي يقدروا يعوضوا غياب البعض الاخر. فالرد ده مهم جدا. ليه بقى؟ لان هو مش بيحط لنفسه حجج، ده رقم واحد. رقم اتنين، بيدي دفعه معنويه كبيره قوي قوي للاعب ممكن كان يكون بديل خلال الفتره اللي فاتت، وجه وقت دوره انه يشارك في الملعب فتلاقيه بالمستوى المطلوب، المستوى الذهني، المستوى البدني، المستوى الفني، والدوافع عنده تبقى في اعلى درجاتها، فبالتالي هتاخد اللي انت عايزه من اللاعب ده. طبعا اصابه سعد سمير مؤثره لانه لعيب مهم وخبرات كبيره جدا، وما صدقنا ان هو رجع عشان يكون بجوار زمايله في خط الدفاع وكلهم اضافه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن في نفس الوقت انت عندك اللي يعوض سعد سمير، عندك محمود متولي، عندك رامي ربيع، عندك ايمن اشرف، وعايز اركز على ايمن اشرف لان ايمن في الحقيقه عامل مباريات ممتازه. امبارح كان ماتش بلاتينيوم، كان احد نجوم المباراه ايمن اشرف، في اكتر من كوره قدر ان هو يقطع الكوره بشكل مميز، قدر ان هو يفسد بعض الهجمات بالنسبه للفريق المنافس، في اكتر من لعيب في المركز ده. فالراجل بيقدر يخلق دوافع، بيقدر يتعامل نفسيا كويس قوي مع لاعبي النادي الاهلي رغم وجود بعض الاصابات، لكن هو مش مهتم بالجزئيه دي خالص. اكيد هو كمدير فني بيتمنى ان ما يبقاش فيه اصابات، اي مدير فني يتمنى كده، لكن مش اي مدير فني يقدر يتعامل مع الاصابات اللي ممكن تيجي لفريقه.
فالواضح ان من مستر فايلر ان هو عارف ازاي يتعامل من جميع الجوانب الخاصه بلاعبي الفريق والفريق ككل، لان الهدف في الاخير هو الفوز في المباريات وجاهزيه جميع اللاعبين. نتمنى ان الحظ السيء في موضوع الاصابات ده يخلص بقى، لان الموضوع كده يعني حظنا كده للاسف. وان شاء الله الكل يبقى جاهز على فترات. احنا كده عندنا حمدي فتحي فتره شويه، وعندك محمد محمود للاسف ايضا فتره، وسعد سمير فتره، فيما عدا ذلك الكل موجود. ولو مثلا رمضان قدامه 4 أسابيع تقريبا ويرجع، مروان خلاص رجع، يعني كريم ندفد على وشك الرجوع، فان شاء الله الصفوف تبقى مكتمله خلال الفتره اللي جايه، وده امر هيكون مهم جدا بالنسبه للفريق الاهلي. خليني اقول لحضراتكم بعض الاخبار الخاصه بالفريق بالتحديد النهارده، ومران كان النهارده الصبح بالنسبه للفريق، هو بيستعد من خلاله بدون راحه لمباراه مصر المقاصه اللي هتكون يوم الاربعاء اللي جاي باذن الله تعالى. مستر فايلر قبل مران كان عنده محاضره مع اللاعبين، اتكلم فيها في بعض الامور الفنيه الخاصه بمباراه الامس، بعض السلبيات اللي ممكن يكون هو لاحظها من وجهه نظره، فبيعلم عليها كده مع اللاعبين. خلوا بالكم الجزئيه دي، محتاجين علاج هنا، محتاجين تطور هنا، وايضا تطرق لمباراه مصر المقاصه خلال الفتره الجايه واللي هتكون يوم الاربعاء باذن الله، وده امر غايه في الاهميه والتحضير الطبيعي لهذه المباراه. بالتالي لما نزل الفريق الملعب كان في مران خفيف للاعبي الاهلي اللي شاركوا في مباراه بلاتينيوم لتجنب الاجهاد، يعني مران استشفائي بشكل طبيعي بعد كل مباراه علشان باذن الله بدايه من بكره يشاركوا في التدريبات بشكل كامل ويستعدوا بشكل قوي جدا جدا لمباراه المقصه. من ضمن الاخبار برضو عمار حمدي النهارده غادر المران بسبب اصابه في وجه القدم، فهيتعمل للاعب فحوصات بكره قبل تدريب الغد، ويتم تحديد مده غيابه وعودته للتدريبات، بس ان شاء الله الاصابه هتكون بسيطه بالنسبه لعمار حمدي اللي واضح كده هيكون في تركيز معاه خلال الفتره اللي جايه من الجهاز الفني، يعني قرايه للامور كده بس. إكرامي عارفين أنه هو عنده زي تقل خفيف في عضلة السمانة، فاكتفها بمران في الجيم النهاردة، وخلال الفترة الجاية بإذن الله يعود للتدريبات بشكل طبيعي على حسب تطور حالته وجاهزية عضلة السمانة. بالنسبة لشريف إكرامي أحد اللاعبين المهمين جدا، حتى لو مش بيلعب فترة أخيرة، لكن تواجد شريف مهم كأحد كباتن فريق النادي الأهلي أكيد بيبقى أمر غاية في الأهمية، حتى لو على دكة البدلاء. طبعا علي لطفي أيضاً لعيب كبير ومميز، يعني في كل الأحوال الخبرات بتبقى مهمة مع عناصر الشباب الفريق ككل في الحقيقة، يعني بيضم عدد كبير جدا من اللاعبين الشباب واللاعبين أصحاب الخبرات، وده ينجح أي فريق في الدنيا. يعني مروان محسن بينتظم في تدريبات الكورة بعد ما كان عنده إصابة وألام في الركبة، غاب عن مباراة الأمس بسبب هذه الإصابة وما كانش بيشارك في التدريبات الجماعية، لكن خلاص مروان النهاردة شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد التخلص والتعافي تماما من ألام الركبة. رمضان صبحي بينتظم في مرانه أو برنامجه العلاجي بعد ما أنهى التدريبات الأولية الخاصة بالعلاج الطبيعي، وواحدة واحدة كده بإذن الله ينفذ كل البرامج اللي بتتعلق بإصابة رمضان. احنا عارفين ان هو عنده مزق في العضلة الخلفية، وان شاء الله بإذن الله المدة يعني قدامه 4 أسابيع او 5 أسابيع بالكتير وينضم للتدريبات الجماعية للفريق. وعودة رمضان في الحقيقة هتضفي قوة كبيرة جدا في صفوف النادي الأهلي، رغم تواجد ايضا لاعبين كبار في هذا المركز، سواء احمد الشيخ هو بيلعب الناحية التانية وبيجي حسين شحات مكان رمضان، بس برضه بيأدي بشكل جيد، سواء كهربا اللي هيخش مع الفريق خلال الفترة الجاية بإذن الله، بعض اللاعبين الآخرين اللي بيكونوا بيجيدوا في المركز ده، أجايل إن شاء الله يرجع سريعا ويكون إصابة خفيفة، فرمضان الأمور بالنسبة له ماشية بشكل جيد. موضوع سعد سمير وخلاص بشكل رسمي زي ما قلنا حركه، وزي ما حركه أكيد عرفته قطع في وتر أكيلس، إصابة صعبة شوية يعني على غرار كده إصابات الرباط الصليبي للأسف يعني، لكن نصيبه وقدره سعد سمير ان شاء الله باذن الله يرجع اقوى من الاول، واثق جدا في عزيمته واصراره، ومن الشخصيات الجيده جدا في النادي الاهلي سعد سمير، واللي بيتسم دايما بروح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي يعني، فان شاء الله يعود سريعا خلال الفتره الجايه، هيبقى عنده بعض الفحوصات كبدايه واعداد للجراحه اللي اكيد هتكون في المانيا، ومستنيين الميعاد بتاع الجراحه هيكون امتى طبقا للرؤيه الخاصه للجراح اللي هيقوم بهذه الجراحه. نتمنى له العوده سريعا سعد سمير نجم النادي الاهلي. اجاي يجري اشعه للاطمئنان على العضله الخلفيه، واجاي برده في اول ماتش برده من ضمن الحظ السيء ان هو جاله شد في العضله الخلفيه، لكن باذن الله
شد يكون خفيف في اشعه اتعملت له النهارده، وهيتم معرفه موعد عوده اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعيه باذن الله. باذن الله مش هياخد وقت خالص يعني الجونيور الجاي، وخصوصا ان هو خرج على طول يعني لما حس بالشد الخفيف ده خرج على طول، لو كان كمل كان ممكن الموضوع يتفاقم يعني. فده كان امر مهم اخراج سعد او عفوا جونيور الجاي بعد سعد سمير على طول يعني. الأشعة كمان بتؤكد جاهزية محمود وحيد. محمود وحيد لاعب من اللاعبين المهمين جدا، واللي لما غاب علي معلول ما حسيناش بالغياب قوي لأنه هو لاعب مميز في الحقيقة محمود وحيد، لكن كان عنده إصابة خلال الفترة اللي فاتت في وجه القدم كانت قوية، وخلاص بقى جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، وأعتقد أنه شارك في المران اليوم. ده أمر غايه في الاهميه واخبار كانت مهمه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. خلينا سريعا عشان نقرب المشهد بشكل اكبر اروح لزميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي عشان يقول لنا الجديد وكواليس بالتحديد مران اليوم عقب الفوز في مباراه الامس والاستعداد لمباراه المقصه. يا ادهم مساء الخير عليك. مرحب بك زميلي العزيز امير هشام، وبرحب بكل مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا ادهم، قول لنا كواليس مران اليوم واستعدادات النادي الاهلي لمباراه المقصه باذن الله. الحقيقه المدير الفني بيني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي عقد محاضره فنيه في بدايه المران اكد فيها على اهميه مباراه المقاصه القادمه في الدوري، ومن اجل استمرار سلسله الانتصارات المتواليه للنادي الاهلي، اضافه الى مناقشه وعلاج الاخطاء اللي ظهرت في مباراه بلاتينيوم واللي فاز فيها النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. طبعا بنهني جماهير النادي الاهلي بالفوز. الحقيقه يمكن العنوان الرئيسي يا امير للتدريب النهارده هو غياب العناصر الاساسيه اللي كانت مشاركه في مباراه الامس، باستثناء احمد فتحي وادي ديانج واحمد الشيخ والسوليه اللي ادوا مران خفيف عباره عن جري حول الملعب من اجل فك العضلات. لكن على الجانب الاخر كان في مران قوي للعناصر التي لم تشارك في المباراه. ركز فيها ريني فايلر على الاستلام والتسلم تحت ضغط عن طريق تقسيم مجموعتين للفريق. والحقيقه شهد هذا الجزء من التمرين تالق لاعبنا المنضم حديثا لصفوف النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا وكمان محمد بجدي قفشه، وباين يا امير من التمرين ان كهربا يوم عن يوم بيستعيد جزء كبير جدا من لياقته البدنيه. كويس، ده امر مهم طبعا. اتفضل. عقب التقسيمه دي قسم المدير الفني ريني فايلر، عمل تقسيمه صغيره، مباراه صغيره جدا اقامها فايلر بين فريقين. الاول كان بيضم متولي وهاني وقفشه ضد حسين السيد واحمد الشيخ وجيرالدو وياسر ابراهيم. ركز فيها فايلر على استغلال الاجناب والعرضيات وتنويع الهجمات. كويس. وايضا التسديد، وعايز اقول ان حارسنا المتالق علي لطفي الحقيقه ظهر بمظهر جيد جدا ومظهر قوي في التصدي لمجموعه من الكرات في هذا المباراه. طبعا يعني حابب اكد على جانب الاصابات، طبعا سعد سمير هيجري جراحه في وتر اكيد. اتكلمنا طبعا في موضوع الاصابات، انا عايز اطمن منك على برنامج الفريق خلال الفتره اللي جايه او الايام القليله القادمه يا ادهم قبل مباراه المقصه، يعني بكره التدريب هيبقى الساعه كام؟ الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه لفريق النادي الاهلي؟ الحقيقه ان شاء الله هيكون التدريب صباحا، مفيش راحه في عمليه موازنه ما بين العناصر اللي شاركت في مباراه بلاتينيوم. طبعا في حاله من حالات توالي المباريات، وبالتالي المدير الفني ريني فايلر بيحاول يتجنب حاله الاجهاد. راحه العناصر الاساسيه شيء مهم جدا خلال الفتره المقبله، وكمان تجهيز العناصر اللي ما شاركتش على الاقل في المباريات الماضيه عشان يكون النادي الاهلي جاهز فترة عصيبة جدا. طبعا دوري ابطال افريقيا والدوري، النادي الاهلي ظهر بمظهر اكثر من رائع، العلامة الكاملة، لم يهزم ولم يتعادل، فوز متتالي. فالنادي الاهلي مطالب خلال الفترة المقبلة بجاهزية كل اللاعبين من اجل استمرار النتائج الرائعة اللي ظهر بها النادي الاهلي الفترة الماضية. ان شاء الله باذن الله يا ادهم، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي والاعلان كل كواليس مران اليوم، واكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. خلينا نتكلم شويه عن مباريات الامس ومباريات اليوم، هقول لحضراتكم بعض المباريات اللي خلصت بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا، ودي البطوله اللي اكيد بتهمنا طبعا بما ان النادي الاهلي مشارك فيها. يوم الجمعه وامبارح كانت المباريات، يوم الجمعه كان اول اغسطس مع مازيمبي 1-1 تعادل في ملعب اول اغسطس، الترجي كسب فيتا كلوب 2-0 زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، الرجاء اتعادل 0-0 مع شبيبه القبائل، ده كان ودي كانت مباراه يوم الجمعه. يوم السبت
زيسكو يونايتد اتعادل مع الزمالك 1-1، اتحاد العاصمه خسر من سان داونز 1-0. سان داونز واضح ان هم جاهزين قوي في البطوله دي في الحقيقه. النجم الساحلي والهلال مفاجاه تعتبر، فوز الهلال على ملعب النجم او في تونس بتحديد استاد رادس بنتيجه 1-0. والوداد فاز بنتيجه كبيره على بترو اتلتيكو الانجولي بنتيجه 4-1. والاهلي اخيرا فاز على اف سي بلاتينيوم بنتيجه 2-0. ده كان فيما يتعلق ببطوله دوري ابطال افريقيا. فيما يتعلق بالدوري المصري، النهارده في مباراه واحد ما بين اسوان والجيش اتلعبت وخلصت خلاص بالتعادل الايجابي 1-1. وبعديها الكابتن مجدي عبد العاطي تقدم باستقالته لرفع الحرج عن اداره اسوان. الراجل في الحقيقه بيعمل مجهود كبير جدا مع فريق اسوان، لكن النتائج مش في صالحهم شويه. هنشوف الامور هتستقر بالنسبه لهم على ايه خلال الفتره اللي جايه. بالنسبه للدوري الانجليزي، الاسبوع ال20 النهارده بيبتدي او ابتدى امبارح بالتحديد، لكن النهارده في مباريات ارسنال وتشيلسي. خلص الماتش ده بفوز تشيلسي بنتيجه 2-1 بعد ما كان ارسنال متقدم بنتيجه 1-0 لامريك بيير اوباميانج. بيير امريك اوباميانج نجم هجوم ارسنال، وبعد كده تعادل جورجينيو، وبعد كده جاب هدف ابراهام احد اهدافي الدوري الانجليزي هذا الموسم في الدقائق الاخيره. ليفربول مباراته هتنطلق مع ويلفرهامبتون بالتحديد بعد ربع ساعه من دلوقتي الساعه 6:30، وصلاح في التشكيله الاساسيه. نتمنى لهم كل التوفيق. وايضا مانشستر سيتي الجريح بعد هزيمه ويلفرهامبتون الكبيره 3-2 هيقابل شيفيلد يونايتد الساعه 8. دي بعض المباريات سواء أو الأمس أو أمس أو اليوم. نروح سريعا نشوف أخبار الأهلي في الصحف النهاردة، يلا بينا. جريدة الأخبار، الأهلي يتخطى بلاتينيوم بأقل مجهود وأداء تجاري، عرض هادئ بسبب الفردية والعشوائية، وسليمان يحرز هدفي الفوز. الأخبار المسائي، فريسة جديدة، الأهلي يفوز على بلاتينيوم بثنائية الحاوي ويزيد من اشتعال المجموعة. الأهرام، الأهلي يكتفي بالفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفي وليد سليمان. الأحمر لم يقدم العرض المتوقع أمام فريق متواضع فنيا. المسهل، في لقاء الفرص الضائعة الأهلي أحرز هدفين في مرمى بلاتينيوم الضعيف. المصري اليوم، قطار الأهلي يصل للنقطة السادسة بمجموعة الموت، الأحمر يتخطى بلاتينيوم بثنائية سليمان وإصابة سعد سمير بواتر أكيلس. اليوم السابع، الخطيب بيحسم ملف التجديد للأربعة الكبار في الأهلي، الأحمر يبحث ترتيبات المشاركة في اعتزال التائب أمام الهلال، وفايلر يغلق صفحة بلاتينيوم ويبدأ التجهيز للمقص. الوطن، الأهلي يحسم مصير الراحلين اليوم ويرفض دفع مقابل مالي ضخم لجلب المهاجم الأفريقي. الوفد، السويسري يحسم خريطة الراحلين عن الأهلي، بايلر اجتمع مع الخطيب ولجنة التخطيط لتحديد مطاريد يناير. ماشي. وأخيرا الدستور، التخطيط وفايلر يحددان الراحلين، وعمار حمدي يقترب من القيد الأفريقي، الأهلي يفاوض أحمد حجازي وضم الليكي خلال ساعات. نبتدي بجريدة الأخبار، وقالت إيه النهاردة عن النادي الأهلي، وبتتكلم يعني عن تحليل المباراة بالأمس، يعني فوز الأهلي على بلاتينيوم، وقالوا إن ده بأقل جهد. طبعا كان بأقل جهد، وقد يكون ده في حسابات الجهاز الفني بالمناسبة، يعني ممكن هما كانوا قروا الفريق ده أخباره إيه، إمكانياته إيه، طب هنتعامل معاه إزاي عشان عند ضغط المباريات. كلها أمور في الحقيقة دايما بتبقى في أذهان الجهاز الفني يعني. وأداء تجاري ماشي، عرض هادئ دي حقيقه بسبب الفرديه والعشوائيه، مش شرط يكون بالسبب ده، لا بسبب يعني الاصابات اللي كانت مبكره جدا في بدايه المباراه، تغييرين على طول كده في اول الماتش. وايضا وليد سليمان يحرز هدفي الفوز، بيتالق خلال الفتره الاخيره بصراحه يعني وليد سليمان، سواء اساسي او كبديل، يعني راجل كل حاجه ما شاء الله عليه، من الناس المهمه قوي، مهمه قوي بالنسبه للنادي الاهلي. نروح للاخبار المسائي، قال ايه
فريسة جديدة، وده في إشارة يعني لتوالي انتصارات النادي الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي، والفريسة كانت من خلال أو كانت هي فريق بلاتينيو. الأهلي يفوز على بلاتينيو بثنائية الحاوي ويزيد من اشتعال المجموعة، فعلا المجموعة مشتعلة. طبعا النجم الساحلي الأول فريق أهداف، الثاني النادي الأهلي، الثالث الهلال السوداني برصيد 6 نقاط، فبالتالي في اشتعال طبعا في المجموعة. بلاتينيو بيبعد بشكل كبير جدا. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين بإذن الله ماتش بلاتينيو ده اللي جاي نكسب ان شاء الله، في ظل طبعا النتائج بتاعه المجموعه، الصعوبه في التاهل بالنسبه لكل الفرق، مش بتكلم على الفريق بعينه، فانت لازم تكسب مباراه بلاتينيوم عشان تتفرغ بقى لمباراتي النجم والهلال وانت يعني في اريحيه نسبيه. وطبعا الهلال والنجم هيلعبوا بعض في السودان، فهيبقى في صعوبه شويه، الاثنين يخبطوا في بعض. المهم احنا ايه؟ نبقى ماشيين كويس، ممكن من خلال الجوله الجايه دي نبقى اول المجموعه بشكل فردي لو هما اتعادلوا باذن الله. اعتقد التعادل هيبقى في صالح النادي الاهلي في الحقيقه، يعني ما بين النجم والهلال، او لو حتى كسب حد فيهم ممكن التاني ده يبعد. خلينا في نفسنا نكسب ان شاء الله. طيب نروح للاهرام. الاهلي يكتفي بالفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفي وليد سليمان. الاحمر لم يقدم العرض المتوقع امام فريق متواضع فنيا. هل هو فريق كان متواضع؟ خلينا نقول نظرا للمستويات الكبيره الموجوده في المجموعات كلها في بطوله دوري ابطال افريقيا، هو فريق بصراحه مش بنفس المستوى بصراحه، لكن ايضا ما تضمنوش بالتحديد بقى قبل مباراه الجوله الرابعه معاهم هناك في زيمبابوي. لازم كل الجديه كل التركيز والاحترام لفريق بلاتينيوم باذن الله تعالى عشان ناخد 3 نقاط اخرى ونوصل لنقطه رقم 9. نروح لخبر اخر من اليوم السابع، والتطرق بقى كالعاده لملف الراحلين والقادمين لصفوف النادي الاهلي وملف التجديد كمان زي ما حضراتكم شايفين كده. اليوم السابع بتقول ان الخطيب يحسم ملف التجديد للاربعه الكبار في الاهلي. الموضوع يا جماعه موضوع وقت، والوقت هو المقياس او هو اللي هيحسم متى اعلان النادي الاهلي عن تجديد للرباعي. قد يكون قريبا، قد يكون لسه في بعض الوقت اللي ممكن محتاجه الاهلي او المسؤولين في الاهلي عشان يتم فتح هذا الملف، خصوصا في ظل ضغط المباريات وتوالي المباريات في جميع البطولات. دايما بتختار التوقيت المناسب لاي موضوع في النادي الاهلي، هو السيستم في النادي الاهلي بيبقى ماشي كده، وده اللي بيبقى جيد عشان ما تاثرش بشكل او باخر على فريقك، لان التحديات زي ما حضراتكم عارفينها يعني التحديات كلها مهمه. الاحمر يبحث ترتيبات المشاركه في اعتزال التائب امام الهلال، ده هيكون حقيقي هيحصل، هيتم التنسيق ما بين الفرقتين خلال الفتره اللي جايه لتحديد ميعاد لهذه المباراه. طارق التائب ده من الناس اللي كان نفسي قوي يجي النادي الاهلي، كنت زمان كده الواحد وهو صغير كنا نقرا مفاوضات الاهلي مع طارق التائب، هو كان لعيب جامد جدا، بس للاسف المفاوضات ما كملتش ولا نجحت في ولا مره من اللي حصل بسبب يعني اسباب مختلفه، يعني ما قصرش النادي الاهلي في استخدام لاعب كبير زي طارق التايب، لكن هو بيبقى النصيب في النهايه يعني. فايلر يغلق صفحه بلاتيني وتجهيز للمقصه، وده طبعا سمه من سمات النادي الاهلي التركيز فيما هو قادم. الوطن، الاهلي يحسم مصير الراحلين اليوم ويرفض دفع مقابل مالي ضخم لجلب المهاجم الافريقي. مش حي الكلام ده، مش عايز اتكلم في امور ماديه لان ده مش اختصاصنا هنا، مش عارفين النادي الاهلي يقدر يدفع كام. هو الاهلي يقدر، بس في سياسات، في حدود كلها اللي أدرى بيها الناس المسؤوله في النادي الاهلي عن الملف ده يعني. فهم اللي هيشوفوا المقابل المادي او المقابل المالي اللي هيدفع في اي لعيب هيجي سواء بقى مهاجم او مدافع، هنشوف الفتره الجايه هم أدرى بالجزئيه دي، لكن ده بيبقى اجتهاد يعني من الصحافه المصريه يعني. تحسبا لفشل مفاوضات مع لعيب معين يقول لك اصل المقابل المادي كان كبير، ممكن يكون وجهه النظر اختلفت، لكن الموضوع ده هيتحسم بشكل اكبر خلال الايام اللي جايه اللي احنا خلاص على اعتاب شهر يناير يعني. طيب 3 لاعبين على ابواب الرحيل، وبقيه الخبر يعني لسه ما تمش او ممكن يكون تم الاستقرار لكن لسه ما فيش خطوات رسميه، وخصوصا في ظل الاصابات زي ما حضراتكم شايفين يعني امبارح اصابتين جاي وسعد سمير، فممكن الحسابات تتغير زي ما كنا بنقول لحضراتكم قبل كده في يوم وليله، الحسابات ممكن تتغير، ممكن اكون انا بستهدف التعاقد مع لعيب معين اغير خططي، ممكن وممكن ما اغيرهاش يعني، لكن اغير خططي واروح لمركز اخر مثلا واتعاقد مع لاعب اخر، ممكن لعيب كنت هستبعده ممكن احتاجه الفتره الجايه بعد اصابه لعيب معين. الظروف زي ما حضراتكم شايفينها كده، هنشوف في الاخر النادي الاهلي باذن الله اهم حاجه يكون موفق في حسم مثل هذه الامور لان التوفيق مهم جدا. نروح للوفد، والسويسري يحسم خريطه الراحلين عن الاهلي. فايلر اجتمع مع الخطيب ولجنه التخطيط لتحديد مطاريد يناير. كل خبر حلو زي الفل وفي اجتماع اكيد هيبقى والكلام ده عادي حلو قوي، لكن ليه مطاريد يناير؟ هو مش مطاريد ولا حاجه يعني، اللي هيمشي من الاهلي في يناير سواء على سبيل الاعاره او البيع النهائي هو مش مطاريد النادي الاهلي، بالعكس هو لعيب كبير جدا ولعيب مهم جدا في صفوف الاهلي، لكن انت محكوم بقايمه،
محكوم باستراتيجيه، محكوم بسياسه تكتيكيه خاصه بمدير فني هو اللي شايف مين اللي هيفيده خلال الفتره اللي جايه، لكن ده ما يقللش اطلاقا من امكانيات اي لعيب موجود في صفوف النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، لان احنا في الحقيقه عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين يعني. فكلمه مطاريد دي بتضخم الموضوع، عشان مش مطاريد ولا حاجه يعني. كل واحد بيختار مصطلحات يعني على مزاجه، حاجه يعني حر، كل حريه ليهم، لكن لازم نعقب على الجزئيه دي. الدستور واخر خبر معانا، التخطيط وفايلر يحددان الراحلين. طبيعي عمر حمدي يقترب من القيد الافريقي، مرشح هو وكريم نيدفيد ان هم يكونوا مقيدين افريقيا. كهربا طبعا هيتم قيده بكل تاكيد طبعا طبقا للرؤيه الفنيه الخاصه بالجهاز الفني. وانت عندك ثلاث اماكن بعد قيد سعد سمير، وللاسف اصابته مش هستغله خلاص على مدار البطوله اللي جايه، فتبقى او مدار البطوله يعني متبقيه، تبقى ثلاث اماكن فقط بالنسبه للنادي الاهلي في القيد الافريقي، منهم واحد كهربا واثنين على حسب الصفقه الجديده واحد لاعبي النادي الاهلي. ممكن يكون محمد عبد المنعم بالمناسبه مدافع الاهلي الشاب واللي فاز النهارده على الزمالك في مباراه الشباب، وممكن يكون اللاعب الجديد موجود يعني. لا هات لي خبر ثاني، هات لي خبر ثاني يا بيبو. الاهلي يفاوض احمد حجازي وضم اليكي خلال ساعات. هنا في تناقض شويه في الخبر، هل الاهلي بيفاوض احمد حجازي؟ ممكن الاهلي يفاوض احمد حجازي لو الاهلي هيتجه للتعاقد مع مدافع، لكن مش هينفع ان انت تجيب الاثنين، لان انت جبت لعيب خلاص وليك مكانين بس تستبدل فيهم. فجبت كهربا ناقص لك لعيب ممكن يكون في مركز المدافع او في مركز المهاجم، لكن هم هنا في الخبر ده كاتبين لك ايه، ان الاهلي يفاوض احمد حجازي وضم اليك خلال ساعات. طب الاهلي لو فاوض احمد حجازي انا ممكن اتفهم الاهلي ممكن يفاوض احمد حجازي لفتره الانتقالات الصيفيه مش الحاليه، مش في الشتويه اللي هتبتدي كمان كام يوم، وضم اليك خلال ساعات. هنشوف لما الاهلي يعلن بشكل رسمي هل في مفاوضات. الكابتن سعيد عبد الحفيظ بصراحه اعلن ان في مفاوضات مع اليك، فخلاص اذا في مفاوضات، المفاوضات هتنجح هتفشل ما فيش توقيع فيها، ده اللي هنشوفه يعني. لكن صعب، واحنا عارفين اللائحه بتاع الاستبدال ومتمسك النادي الاهلي بلائحه الاستبدال الخاصه باتحاد المصري لكره القدم فيما يتعلق باستبدال بعض اللاعبين يعني. ف ممكن يبقى الاثنين لعيبه لو استبدال اتفتح، بس هو الاهلي بيرغب طبعا في الاستبدال واللائحه تكون زي ما هي زي ما ابتدى الموسم. معانا اخبار كتير لكن للاسف طبعا وقت الحلقه داهمنا، وعارفين ظروف حلقه اليوم بسبب مباراه الاهلي والزمالك اللي كانت من ساعه ونصف تقريبا انتهت وفاز فيها النادي الاهلي بنتيجه 2-1. بنبارك لهم وبنبارك للفريق الاول لكره القدم فوزه بالامس على بلاتينيوم، والتركيز كل التركيز خلال الفتره اللي جايه سواء على الصعيد المحلي والافريقي. هنبتدي بالصعيد المحلي من خلال مواجهه مصر المقص يوم الاربعاء، وبعديها اف سي مصر، وبعد كده نتفرغ لبلاتينيوم في المستوى الافريقي. نتمنى كل التوفيق للفريق للنادي الاهلي والنادي الاهلي ككل. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، بكره حلقه جديده واخبار جديده متنوعه عن نادينا الحبيب وبعض الاخبار المحليه والعالميه كمان زي ما انتم اتعودتوا. الى اللقاء.